معكم الدكتورة غادة البرغوثي دوشق، أعمل حالياً كزمالة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة نيويورك أبو ظبي. طريق النجاح هو ليس طريق مفروش بالزهور، فالباحثة بتواجه العديد من المشاكل، لكن الإصرار والعزيمة بعد التوكل على الله تعالى أكيد هي المفتاح للوصول لكل القمم. السلام عليكم، أنا دكتور أمل أمين، أستاذ اللدائن والنانو تكنولوجي بالمركز القومي للبحوث بمصر، ومؤسس ومؤسس مشارك لعديد المبادرات العالمية زي الأكاديمية العالمية للشباب العلماء ومبادرة المرأة في العلوم بلا حدود. لا توجد طريقة واحدة للنجاح، ولكن للنجاح طرق متعددة تتطلب العمل الجاد وتطوير النفس ووجود خطط بديلة والثقة في أنه العمل الجاد سيؤتي ثماره في النهاية. معكم بروفيسور حليمة بنبوزة من الجزائر، استنادا إلى قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما. عزيزاتي الطالبات، عزيزاتي الباحثات، يمكنكم من خلال أعمالكم وأبحاثكم أن تلعبوا دورا فعالا في حل المشكلات العالمية follow your dreams, believe in yourselves and never give up. اسمي ملاك عابد الثقفي، أنا طبيبة استشارية وعالمة أبحاث وأستاذ بروفيسور متخصصة في الجينات الجزيئية والعلوم العصبية في إحدى الجامعات الأمريكية. نصيحتي لك: لا تفقدي ثقتك في نفسك مهما حاول من حولك بأن يجعلك محبطة. استبدل الأشواك بورود ونجاحات، لأن كل خطوات الفشل ستتبعها خطوات ومئات الخطوات من النجاحات، ومهد الطريق لمن بعدك. أنت مهمة والعالم يحتاج لك. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي رنا الدجاني، أستاذ بروفيسور في الأحياء الجزيئية من الجامعة الهاشمية في الأردن. إنه إذا عندك فكرة وفكرتي فيها منيح وعملتي بحث حواليها وعندك ثقة إنه هي عن جد صحيحة، خلي ثقتك قوية بنفسك وروحي نفذيها، وما يهمك الناس اللي حواليك، لأنك إذا أنت قدرتي تحلمي فيها فهي ممكن تصير. وبنفس الوقت تعلمي انك تستشيري غيرك واشركي غيرك باللي عم تعمليه مشان يكونوا هن الدعم لك. واخر اشي، اذا فشلتي هذا جزء من المشوار، واذا ما بنفشل ما بنتعلم، فاي فشل بطريقه تبريه فرصه للتعلم للمستقبل.